صباح الفل يا عم لطفي. يا صباح الفل، ده بجد صباح الفل. ايه اللي صحيتي بدري كده يا استاذه؟ المقريزي. المقريزي؟ المقريزي لو عارف انك هتصحي بدري كده عشانه ما كانش مات. ربنا يخليك يا عم لطفي. مشكلتي بقى ان المقريزي مش عندي ومحدش هيعرف يجيبولي غيرك. من عينيا الاثنين. انا سمعت انه نزل له طبعه جديده الايام دي. ما انا عارفه انه موجود في السوق، بس انا بحب الكتب القديمه. للدرجه دي؟ للدرجه دي ايه؟ أبوكي كان يحب الكتب القديمة قوي، كان يحب ريحتها حتى لونها الأصفر يفكروا بالزمن. أنا كمان، أنا كده بالظبط. أنا هشطب بدر النهاردة، هاخدك على مكان هتحبيه قوي. فين يا عم لطفي؟ دي الأنسة ليلى عم درويش، ليلى عباس الدميري. عارف، انت حكيت لي عنها قبل كده كتير. طبعا احسن زبون عندنا، دايما بتيجي تنفعني في السوق، ومش هي بس، جابت كل زمايلها كمان. ده انا بشتري منه كتاب واحد بيديني عليه 5 هدايا. يا استاذة خيرك فادي، وانت بتدفعي قليل. انت تستاهل كل خير يا عم لطفي، انا لو اقدر اعمل لك اي حاجة كنت اعملها لك. احنا يا بنتي لازم اقدم لك حاجة، انا هعمل لك شاي. كتر خيرك يا عم درويش. دي واحده استاذه، اشوف لك المقريزي. انا معجبه قوي بالمكان ده، المكتبه دي هايله. ايه ده كله؟ ده انا لو قعدت هنا 100 سنة ما زهقش. خطط المقريزي. هو ده؟ كتر خيرك يا عم لطفي. الاناسه ليلى نابغه في التاريخ يا عم درويش. هذا السب من ذاك الاسد. انت تعرف بابا يا عم درويش؟ الا اعرفه، انا اعرفه اكتر منك يا بنتي. كان نبيغه راخر. هو بابا كان بيجي هنا؟ كانت حياته كلها هنا. ما قلتليش البحث بتاعك عامل ايه؟ يعني اصل انا يا عم لطفي مش قضيتي الشهاده، انا قضيتي اني اعرف فعلا. انا حتى الاساتذه بتوعي بيقولوا عليا نمكيه، واخواتي بقى بيقولوا عليا موس. عشان انا ما بطقش اسمع عن مرجع في موضوع بشتغل فيه وما اقراهوش. والبحث بتاعك عن ايه؟ هو انا في السنتين اللي فاتوا عملت عن تحتمس الثالث وتكوين الامبراطوريه، والسنه اللي قبلها كان عن صلاح الدين الايوبي، والسنه دي كنت بفكر اعمل البحث عن الحاكم بامر الله. بس انا نفسي يبقى البحث بتاعي الموضوع فيه هو البطل مش الشخصيه. الله يفتح عليك يا بنتي. ولقيت الموضوع يا استاذه ليلى؟ لسه، بس مش عارفه ليه حاسه ان انا هلاقيه هنا. ان شاء الله تلاقيه هنا. عنك انت عم درويش. اتفضلي يا بنتي. متشكره قوي يا عم لطفي. انت في حاجه معينه في دماغك بتدور عليها؟ هو انا بصراحه كنت سمعت عن كتاب بيتكلم عن الوزراء اللي حكموا مصر فتره طويله، وانا كان نفسي اشوف التاريخ من خلال الوزراء مش الملوك بس. قلائد العقيل. ايوه هو ده. لا يا اولاد، مش هتلاقوه دلوقتي، ده خلص من زمان. يا خساره. ما نقدرش ندور هنا ولا هنا يا عم درويش. ولاد صادق. لا، ولاد صادق قفل الدكان بعد ما مات ابوه، ما بيشتغلوش بالكتب دلوقتي. ايوه، انما ممكن تلاقوه في الازهر عند الحاج ضيا. الحاج ضيا؟ ده فين ده يا عم درويش؟ عند باب زويله تحت الرابع. روحي هناك واسالي عن مكتبه الحاج ضيا. انا هجيبه لك، ما تتعبيش نفسك انت، وهجيب لك التفسير بتاعه كمان. متشكره قوي يا عم لطفي، ربنا يخليك ليا. معلش انا لازم امشي بقى. اتفضلي يا حبيبتي، هوصلك. مع السلامه يا عم درويش. مع السلامه. انا راجع يا عم درويش. مع السلامه يا بنت الغالي. مع السلامه. مع السلامه يا استاذه.
وصلتها يا عباس. وصلتها يا عم درويش. والله ما انا عارف هو ذكي يا ابني. كفايه انا بقدر اشوفها، مش عايز اكتر من كده. يا صبرك يا ابني. صبرنا على المر. تعالي مفيش امان من كده خلاص. مالك يا عم درويش؟ زي ما تقول كده، شفت حلم مش ولا بد. خير اللهم جعل خير. شفت ابن اسماعيل في الحلم، مع اني انا كان بقالي سنين ما شفتوش، انما زي ما يكون ربنا اراد اني اشوفه في الحلم فشفته. طب الحمد لله، أمنية ربنا سبحانه وتعالى حققها لك في عيد. وكان بيوصيني عليك. أنا متهيألي إني ما قابلتوش قبل كده. وكان بيقف معاك في المكتبة زمان. لا، إسماعيل ابني ما كانش له في الكتب. مع إن إحنا عيلة ورقين. عبر عن جد أكتر من 200 سنة. وإحنا بنشتغل في الكتب والمجلدات. هو بقى ما كانش بيحب الشغلانه دي. شفت ايه بقى في الحلم يا عم درويش؟ شفت ان انا واقف بتكلم معاه، شويه المطر نزل بشكل فظيع، والرعد والبرق، وبعدين فجاه الارض لفت من تحت رجليا، وبصيت ما لقيتش اسماعيل، ولقيت نفسي وقعت من فوق جبل عالي عالي قوي، وصحيت. ان شاء الله خير يا ام درويش. انا متهيألي قريت في كتاب ابن سيرين تفسير الاحلام زي كده تقريبا. اشوفه لك. أهو المطر يدل على رحمة الله تعالى وفرجه وعونه. جميل يا عم درويش. الرعد ربما دل على وعيد السلطان وتهديده وإرعاده. احنا مالنا ومال السلاطين. والبرق يدل على الخوف من السلطان وعلى تهديده ووعيده. الله، انت ايه حكايتك مع السلاطين يا عم درويش؟ السلام عليكم. اهلا. المفاجأة الحلوة دي رحت لك عند السور، قالوا انك شطبت بدري، وصفوا لي المكان هنا، قلت لك اطمن عليك. انا الحمد لله كله تمام يا حبيبي. محمود عم درويش ابن الست مهجة اللي انا حكيت لك عنهم. اهلا يا محمود يا ابني. اعمل له شاي يا عباس، عشان انا هخش ارتاح في الاوضة بتاعتي، حس ان جسمي تعبان. ألف سلامة ليك يا عم درويش. الله يسلمك. إيه يا إزيك؟ الحمد لله كويس. لا مش كويس، شكلك مش عاجبني. ليه بس؟ ما أنا زي الفل أهو. لا فل إيه؟ لسه الموضوع إياه برضه؟ موضوع سلوى خلص خلاص. وأنا جبت سيرة سلوى؟ عرفت بقى إنه لسه؟ شوف يا محمود، قمة الحب اللي أنت فيه ده العذاب، بس القمة الأعلى بقى إنك تنساه. والله بحاول يا بابا، بس الحاجات ما بتخلصش في يوم وليلة. أنا عارف يا حبيبي عارف، بس هتنساه، أنا متأكد إنك هتنساه. شوف بقى، خلينا في المهم. أنا كنت عايز أطلب منك طلب بس خايف أعطلك. لا تعطلني عن إيه؟ أنا بخلص شغل وأفضل قاعد حاطط إيدي على خدي. تعرف تروح لمشوار كده الأزهر؟ آه. هناك في باب زويلة، في منطقة هناك اسمها تحت الربع، عارفها؟ تقريبا. هتروح تسأل على مكتبة اسمها مكتبة الحاج ضيع، تجيب لي كتاب اسمه قلائد العقيان والتفسير بتاعه. قلائد العقيان اكتبه لك ولا هتحفظه؟ لا مش للدرجاتي. ده حلو. طب اسمه ايه؟ قلائد العقيان. اه، فاضل اخر نسخه منه تلاقيها جوه. لو سمحت يا استاذ، ممكن تديني الكتاب اللي معاك؟ نعم. ده التفسير بتاع الكتاب اللي معاك. والله؟ وبعدين؟
ممكن تديهولي معلش عشان انا محتاجاه له قوي؟ طب وليه حضرتك ما تدينيش التفسير ويبقى معايا الكتاب والتفسير؟ عشان حضرتك ممكن تكون شاريه دلع ودي اخر نسخه، انا فعلا محتاجاه له. انا محتاج له اكتر منك بقى. ما هو ما ينفعش يا استاذ امشي بالتفسير من غير الكتاب. يعني انا اللي ينفع امشي بالكتاب من غير التفسير؟ طب والحل؟ الحل ان حضرتك تديني التفسير ويبقى معايا الكتاب والتفسير. وليه حضرتك ما تدينيش الكتاب ويبقى معايا التفسير والكتاب؟ عشان انا شفته الاول ولسه حمدي ايدي على التفسير رحت حضرتك خطفاه. ما هو بص يا استاذ انا ما ينفعش اسيب الكتاب ده. زي بالظبط. انت قليل الذوق. متشكر قوي، ده بس من ذوق حضرتك. انا مش ماشيه من هنا الا والكتاب والتفسير معايا. وانا كمان. وبعدين معاك يا استاذ انت. يا جماعه مفيش مشكله، كل واحد فيكم ياخد جزء من الكتاب يصوره ويدي للتاني. انا اليوم كان اساعدها ولا اصور لها اي حاجه طالما بتتكلم بالطريقه دي. يا سلام على طريقتك اللي كويسه قوي. ما تخلصونا بقى. الكتاب ده بكام يا استاذ؟ ده 20 جنيه. استفساري براحتك انت بقى. استنى هنا، انت رايح فين؟ ده انت حقيقي رزل. السلام عليكم. اتاخرت ليه يا محمود؟ على ما خلصت المشوار. اتفضل. ما لقيتش التفسير ولا ايه؟ لقيته. ما جبتوش ليه؟ واحده رزله رزاله يا ساتر، مسك في التفسير ومش عايزه تسيبه. يا ست في طولك في عرضك مفيش فايده. اتخانقت معاه وخدت الكتاب ومشيت. لو سمحت الاقي عندك مجله ازياء. لا والله يا بنتي يا ريت. شكرا. ايه رايك نشتغل في المجلات؟ لا يا عم خليني كده احسن. المجلات يا ابني ما تبقاش عبيط بقى. سافرت في 60 داهية. سافرت راحت فين بس؟ يا ابني يا ابني اسمع، البت دي هاشقة طياري، يعني تقعد تتنطط من هنا لهنا لهنا لحد ما تلاقي واحد يصرف عليها وتلاقيها لقيته. نوحي احترم نفسك احسن لك، سامع؟ يا ابني الفلوس مش كل حاجة، في حاجات كتير أهم من الفلوس. نوحي بيتكلم صح، البت دي بتاخد مع كل واحد لفة واللفة على قد فلوسه. في واحد لفته قد كده وواحد لفته قد كده، انت بقى لفتك قد كده اهو. بقول لكم ايه، كل واحد فيكم يلم لسانه والنبي، سامعين؟ جرى يا عم سعيد، انت هتطلع كتاكيتك علينا ولا ايه؟ الموضوع مش مستاهل، عايزين نهدي نفسنا كده. يا استاذ سعيد احنا قصدنا يعني انك انت تكبر دماغك عشان نعيش حياتنا. هتغم نفسك وتغمنا معاك. اشرب اكبو انسى. صباح الفل. انا رحت المكتبه عند الحاج ضي. ما لقيتيش غير التفسير؟ ايوه. طب الكتاب كان موجود. في واحد نزل شبكيه وما رضيش يديهولي. وعرفت منين؟ الحاج ضي قال لي. طب ينفع اقرا التفسير من غير الكتاب؟ طب ما ينفعش. طب هعمل ايه؟ اقرا الكتاب اهو. قلائد العكيان. ايه ده جبته ازاي؟
حبيبتي مفيش حاجة تستعصى على عمك لطفي، خصوصا لو انت اللي عايزاه. انت ما حصلتش يا عم لطفي. أكل شرب جاع. يا ما انت قال ما تطلعش عين امال. والله ما انا عارف مين اللي مطلع عين مين. عيب يا واد. وانت يا اخويا مفيش غير أكلة شرب، مفيش غير درس المفاجيع ده. اعمل ايه؟ ما انا دماغي مقلوبه وبطني فاضيه، ولا في حاجه حلوه جبتها لنا، ولا شويه رز بلبن، ولا طبق ام علي. ده انت بتعملي رز بلبن ما يعلاش عليه. ايوه. طب قول وراي بقى يا عم طاهر. طبق رز بلبن جعان. بس اقول عيب يا ولد. كان على عيني الرز بلبن، بس اعمل ايه؟ القطه نطت على الطبق ده لقيته. طب ما عندكيش شويه بام يا بيتين؟ ان شاء الله يكون من الجمعه اللي فاتت حتى. ما كانش يتعز، الكلب نط على الطبق كسره. طيب ما 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 ما, ما, ما عندكيش اعمل لنا كوبايه شاي؟ حاضر، بس اشوف النمل كده كل السكر ولا لسه. كمان النمل الاخر، الواد قلب دماغي من ساعه ما قعدت اديله الدرس، وجع راسي بيتكلم في الفاضيه وبس، في غايه الدرس يتخرس ويقعد ساكت. انت يا اخويا قول ورايا. بقول لك ايه يا عم طاهر، ما تاخد بالك البسكوت ده وتحل عن دماغي، عاوز انزل العب مع العيال تحت في الحاره. ماشي. فسحه فسحه، بس نص ساعه بس عشان ما تعطلش عن الدرس. فسحه؟ فسحه ايه يا اخويا اللي باكو بسكوت؟ امال الواد لو اداك فرقه هتعمل ايه؟ تديله اجازه نص السنه؟ مش شويه اكل وشويه مذاكره يا عم طاهر؟ احنا كلنا حاجه ولا شفنا حاجه يا استموجه؟ ما احنا قاعدين بنضح من الصبح مع المحروس ما شفناش حاجه. ومع ذلك الاصول كده، التلميذ لازم ياخد فسحه. ليه؟ عشان دماغه تستقبل الدرس كويس قوي، والاستاذ اللي قاعد بيدح من الصبحيه معاه لازم ياكل لقمه يملى بطنه عشان يعرف يدي الدرس كويس. طيب الاستاذ ده بقى نملى بطنه بايه وهي بطنه مخرومه؟ الزهره يا ست ام محمود، انت ما بتطبخيش الا لما بيبقى سيلوت في موجود. ها مدلعاه انت على الاخر. اللي هو فين؟ زمانه جاي. طب ما تشدي حيلك امال بقى وتعملي له لقمه. معلش احنا عاملين تايد. ايه التايد ده؟ ريجيم يعني، قصدك اعمل لكم لقمه مش كده؟ وماله يا ست موجه، اللقمه الهنيه بتكفي 100. وعلى فكره البيت اللي تشم فيه ريحه التقليه لا يمكن تلاقي فيه خناقات ابدا. انت عارفه يا ست موجه، احنا زمان كنا بنقعد ناكل على الطبليه المدوره مع بعضينا كلنا في حضن بعض. مدورة يا ستار، زي عينك مش كده؟ لا يا ست موجة، أنا عيني باردة، ما حسيتش حد أبدا. ولو إني يعني ما أخبيش عليكي كده، أنا اليومين دول كده شامم ريحة خناقات في البيت، والراجل بقى عصبي قوي. مش عارفة أعمل له إيه يا عم طاهر. أعمل له مسقعة، بس أعمليها باللحمة المفرومة مش قرديحي. لا قرديحي إيه؟ القرديحي ده في الطلاة بعد الشر. أهلا يا أبو حنفي. إزيك يا ماما؟ إزيك يا عم طاهر؟ أهلا أهلا أنا أبو حنفي، إزيك؟ الوالد فين بقالي مده ما شفتوش، انت بتشوفه ولا لا؟ طبعا بشوفه. ابقى سلمني عليه كتير قوي، اصله وحشني قوي. حدى ادخل اوضتك لوحدك عشان الاكل. يا لبنى رجعت؟ لسه. طيب هنستناها بقى ونتغدى سوا. انت طبخ لنا ايه صحيح؟ مالك يا حمام. طيب خدي بالك بقى كتير بقى. حمام؟ طبخة حمام وبتنكري قدامي؟ ما تقوليش، ده انا قاعد بضحك مع الواد لما دماغي وقع ونفخ وقع مني. خص عليكم عيلة غدر. ده هما فردتين، فردة للواد وفردة للطفي. انا شايلة لك البيت. ارقدي عليه يا اخي، ارقدي على البيت. البيت قال جت كل بلا وانتوا عيلة هم. طب تعالى اشرب الشاي، الشاي مضر بالصحة. والله غني عن شايكم وقهوتكم، يمور منكم جت كل بلا. اظن احنا عملنا اللي علينا واصبرنا على سلوطف ده كتير قوي قوي قوي. رجوله وعيلته الناس ما عندهمش دم، ما ينفعش معاهم الادب. شوف بقى احنا عملنا كل الاستجراءات وزماناتهم مشكوك. ده البوليس وصل اهو. فين يا جماعه؟ انتوا وشك هتكفوا الجنايه.
هنا بيه الدور الثاني، الشقه اللي على الشمال، اسعد تبقى اللي على الشمال. اتفضل يا باشا. العسكري اهو. سبحان الله، تبقى ببقك وتقسم لغيرك. ليه ايه يعني؟ انا يستخسروا فيا حمامه؟ تقبضوا عليه ليه؟ والنبي مظلوم، ما خدش حاجه من حد. ده احنا اللي خدنا منهم يا اخويا، وكتب على نفسه هو وصولات امانه. انا ماليش دعوه بالكلام ده يا ست انتي، انا معايا امر ضبط واحضار من النيابه، مفهوم؟ في يا حضره الضابط؟ سايبين الحراميه والنشالين وجايين يقبضوا على ابوك. يقبضوا على ابويا؟ ايه الحكايه بالظبط؟ فين يا ابن لطفي الجنايني؟ بابا مش هنا. وما نعرفش هو فين. فتشوا الشقه بسرعه. حرام عليكم، ما عملش حاجه، ده كل ده عشان عياله الغلبانين. اي ست موجه صوت الظهر اتبهدلوا على الاخر. يستاهلوا، دي الناس ما تمرش فيهم العشره. انا يستخسروا في حمامه. اكيد ما لقوهوش فوق. طبعا امال هرب، ده مش سهل ابدا، وعامل زي الحربايه. سعاده باشا، ممكن كلمه صغيره كده في ودنك؟ فيها جدع انت. الواد ابنه اللي قاعد فوق يا سعاده الباشا عارف طريقه، لو راقبته هيدلكوا عليه. تروح لابوك تقول له ما يعتبش الحاره، دول ناويين له على نيه سودا. استنى يا محمود، انا هاجي معاه. تيجي معايا فين انت راخر؟ عاوز اطمن على بابا. بس يا واد ما تضيعش وقته، اجري يا محمود بقى الحقه. يا رب استرها معاك. ايه اللي حصل؟ محمود بيجري كده ليه؟ عايزين يقبضوا على ابوكي، هيكلبشوه. يقبضوا عليه ليه؟ بابا عمره ما يعمل حاجه غلط. خير يا دكتور؟ الضغط عالي جدا وكمان السكر عالي، انا كده قلت له الدواء لازم يمشي عليه بانتظام لمده اسبوعين عشان ينظم السكر. حاضر يا دكتور. ايه الاتعاب؟ 100 جنيه. معلش انا معايا 80. ولا يهمك، هات ال 50 دي وال 30 دي جيب لي بيهم الدواء اللي انا كتبته لك. شكرا جزيلا. العفو. شكرا يا عباس. يا عم درويش. يا ابني دكتور ايه وادويه ايه؟ الشافي هو ربنا. اطمن يا عم درويش، دي حاجه بسيطه، انت صحتك زي الحديد، هما شويه ادويه وصحتك هتبقى تمام التمام. طيب خد يا ابني، حاسب الدكتور وهات الادويه. الفلوس اتدفعت خلاص. اتدفعت منين؟ ما انا عارف البير وغطاه. مستور الحمد لله. يا ابني يعني القرشين اللي تعبان فيه وبطول النهار تيجي على اخر الليل تصرفهم في الدكتور والادويه؟ ربنا يديك الصحه وتقوم لنا بالسلامه ان شاء الله. يلا هروح اجيب لك الدواء. سلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يبر بخاطرك يا عباس يا ابني ويحل لك مشاكلك. كله فل قوي الحمد لله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ما كلتش حاجه خالص يا حبيبي. لا كلتش ازاي بقى؟ انا اصلا ماليش تقل على السمك والجمبري والاستاكوزا والكلام ده يعني. مالكش تقل على ايه؟ يا ابني ده هو ده اللي كله في صفور. ما علينا، هنسهر فين بقى الليله دي؟ هنسهر فين بس؟ تقالي احنا مفيش حته ما رحناهاش. خلاص بقى يا حبيبي، يبقى الليله دي بقى نسهر في السويت. احلى سهر. اه في السويت طبعا. ما يلا بينا بقى. يلا بينا. طب والاكل؟ لا اكل ايه بقى وبتاع ايه؟ كفايه في الصفور، انا خلاص حاسس ان انا هنور. هتنور. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وتنور على طول. الحلوه المره مش كلها متعهدين بتنسى المره عشره بقالها سنين. الحلوه المره. غسيلك يا عم عباس، حط غسيلك على غسيلي. الحرام على الحلال. دلوقتي ايه بقى؟ لو موجود كان قال لي انت بتحط الغسيل الحلال على الغسيل الحرام. خلاص هو كله بينضف عيبس. ما هنتش عليا، كنت اغسل لك حاجتك.
انا شقيان في البيت ده والله. طب انا عايز افهم بقى مالها الغساله. الله، واللي جابه دلوقتي ده؟ تقدري تقولي علينا توم يعني، اصل سي عباس ده حبيبي وكل اسراره عندي. انا رشا، ودمازيل رشا. غريب، انت تعرفني؟ كان نفسي، قصدي من كتر ما حكالي عن جمالك وادبك واخلاقك. بس على فكره هو واخد على خاطره منك قوي. عنده حق، عشان كده انا جيت له. هو يا زمانه جاي. اتفضلي حضرتك. هيتأخر؟ يا ريت. قصدي تشربي ايه؟ متشكرة، مش عاوزة حاجة. انت تعرف الأستاذ عباس من امتى؟ يوه، من زمان قوي، ده احنا عشة عمر. بس انا دلوقتي عرفته اكتر وحبيته اكتر. انا جرحت مشاعره وكدبت عليه، ومن ساعتها وانا ضميري بيعذبني، عشان كده جيت ولازم اقابله ضروري. اهو ابن حلال مصفي، اول ما تجيب سيرته يجي على طول. انا هروح اجيب لكم حاجه ساقعه واجي. انت ايه اللي جابك؟ مش انت كتبت لي العنوان وقلت لي لو تعبت اجيلك؟ تعبت من السرمحه؟ من الكذب اللي بقيت تتنفسيه زي الهوا؟ انا لو كذبت على الدنيا كلها ما اقدرش اكذب عليك انت. امال اللي عملتيه ده بتسميه ايه؟ سيبني ادافع عن نفسي، اشرح لك موقفي. مين اللي مات المره دي؟ خالتك خدها الاتوبيس وقع بيها في النيل، ولا جوز خالتك كلو السبع في جنينة الحيوانات؟ انت فعلا تنفعي ممثلة. انا فعلا كدبت عليك واعترف بكده، وقال انا اللي عايز اثر طول الليل جنبك خايف على تعبك. انت اتريكي بكل جبروت بتوزعيني. طب ليه يا بنتي؟ ليه تطلعيني قدام نفسي مغفل؟ قوليلي بكل بساطة، أنا عندي معاد. ده جزائي إن أنا صدقتك، ده جزائي إن أنا عملتك بقلبي ومشاعري. لا لا لا، مش هصدقك. اللي زيك يعيط ويضحك ويعمل كل حاجة تمثيل في تمثيل. اديني فرصة أتكلم. أنا عاوزاك تسأل نفسك سؤال واحد بس، سؤال هيخليك تفكر. أنا هنا ليه دلوقتي؟ عشان تكذب علي كذبة جديدة. يلا اتفضل اكذبي، قولي قولي. أنا سامعك أهو، بس المرة دي هسمع من هنا وأخرج من هنا. أنت منتظر إيه من بنت زيي؟ ملهاش حد. تدافع عن نفسها إزاي في المجتمع؟ تعيش إزاي؟ كل راجل قابلته بصلي نفس البصة اللي ما تغيرتش غير معاك انت. عشان انا عبيط، انا راجل ساذج. لا يا استاذ عباس،
انت لا عبيط ولا ساذج، انت انضف راجل انا قابلته في حياتي. على فكره الدكاتره اللي كنت بتشوفهم نازلين من عندي. عارف عارف، دول مرضى مش دكاتره، ضحايا. انا اللي ضحيه؟ محدش فكر لثانيه واحده اني بني ادمه ليا مشاعر واحاسيس وتاريخ. تاريخ اسود ومنيل فوق دماغك. هما كام واحد؟ مسلسل من 500 حلقه ما بينتهيش. كل واحد تشوفيه تسب ليه وتتنحنحي وتفهمين انك بتحبيه. خربت كام بيت، طلقت كام راجل من مراته، خدعت كام واحد لغايه ما حبك. رد عليا. مفيش بيت اتخرب الا وكان ناوي يتخرب بيا او من غيري. وانت بقى البريئه الضحيه. انا لا ضحيه ولا بريئه ولا حتى مجرد بنت لعبيه وخلاص. انا اخطر من كده بكتير. انا مجرمه. كويس انك قلتيها. انا لسه ما قلتش حاجه. انا عشت طول عمري مش عاوزه اقول الحقيقه حتى لنفسي، لكن هقولها لك انت. شايف الليسته دي؟ فيها اسامي اغنى رجال الاعمال ومعلومات عنهم. طريقه جديده لصيد الزباين عن طريق الانترنت وبالترتيب الابجدي كمان. بص في الليسته هتلاقي كل رجال الاعمال واللي انا معلمه عليهم. يعني خلاص خلصت شغلي معاهم وخدت منهم اللي فيه النصيب. ومحرم بيه اهو 4 شهور ونص، وينكم بقى طلعتوا اصحاب. احب اقولك انه راجل طيب قوي وعلى نياته. من أول بصة كان واقع فيا، وخلال الكام شهر دول صرف عليا 60,000 جنيه. خلاص علمت عليه وبقى ماضي أو تاريخ زي ما أنت ما بتقول. أنت بتبرري إيه؟ بتبرري لنفسك إنك رخيصة، بتبيعي نفسك. أنا ما بعتش نفسي. مش عارفة إذا كان ممكن تصدقني ولا لأ، بس أنا باخد اللي أنا عاوزاه وبخلع في الوقت اللي أنا عاوزاه. أنت مش محرم بيه ده صاحبك؟ اسأله، اسأله خد مني إيه؟ وصل معايا لإيه؟ هو ممكن يقولك إني نصابة، إني محتالة، لكن مش ممكن يقولك إني. يعني أنت كنت بتنصبي على الرجالة يعني. هما اللي عاوزيني انصب عليهم، هما اللي خلوني كده. وبيبقوا سعد قوي وهما بيدفعوا، فاهمين ان هما اللي بيستغلوني، لكن الحقيقه ان انا اللي ببيع لهم الهوى. هي دي كل جريمتي، لكن جريمه ما بيعاقبش عليها القانون، لان القانون لا يحمي الاخبياء. انت شيطانه، اطلع بره بره. برضه ما سالتش نفسك السؤال اللي انا سالته لك. انا هنا ليه؟ واحده زيي هتعوز منك ايه؟ انت ممكن اسمك يبقى في الليسته دي؟ طبعا لا. انا كل اللي عاوزاه منك انك تقف جنبي. اقف جنبك ازاي يعني؟ أنا محتاجة لك. هنصب معاكي؟ هشاركك ولا هشتغل عندك؟ أنا بقى عايز منك حاجة واحدة، ما أشوفش خلقتك دي تاني. حاضر، بس افتكر يا أستاذ عباس إن أنا جيت لك أستنجد بيك، كنت أنت طوق النجاة بالنسبة لي، وسبتني آخر. أنا كل اللي عايزاه فرصة.
ايه قيمه الخير لو ما وقفش ضد الشر؟ ايه قيمه طوق النجاه الواحده واقفه على البر؟ مش يمكن بنتك كانت تبقى في موقف زي ده؟ اخلصي! اوعي تجيبي سيره بنت على لسانك. ولا حاجة، المهم طمني لبنى كويسة. أنا جاي أقول لك ما تجيش الحارة خالص، أهل الحارة قدم له وصولات للنيابة والبوليس بيدور عليك. يا عم سيب يا باشا، أنت فاهم الموضوع غلط. وفي إيه يا أنت لطفي الجنايني؟ أيوة يا فندم. أنت مطلوب القبض عليك بتهمة التهرب من سداد وصولات أمانة. يا فندم اسمعني، ده مش لطفي الجنايني، مش أبويا. أيوة يا حضرة الصبر، ده ما اسموش لطفي الجنايني، ده عباس الدميري. شفت يا باشا، ده مش لطفي الجنايني. استنى يا مرسي. يا فندم انا صحيح مش لطفي الجنايني، بس انا اللي انت بتدور عليه، انا اللي مقضي الوصولات دي. اتفضل هتوب. متقلقش يا بابا مش هسيبك. يلا يا ابني بسرعه، حط على البوكس بسرعه، متخافش يا عبس احنا وراك. ادي اصحابك واللي بجايبك يا شيبورسي، جبت لك بيس لحد هنا يا اخويا. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا عم انت؟ بقول لك ايه، من بكره اخدك حته ثانيه تتجوز انت مش عارف. اه يا راجل محارب، اشتغل مشاكل عايش بهاد. يلا بقى يلا، خلي الحارة تنضف. الحقيقة يا ست رجاء، مش قادرة اتلم على الأعصاب يا أختي. خير يا موجة؟ في إيه؟ مصيبة مصيبة، وحطيت على دماغ موجة. مصيبة إيه دي يا موجة؟ قبضوا عليه، الله لا يكسبهم ولا يربحهم اللي كانوا السبب. هو مين ده اللي قبضوا عليه؟ جوزي، جوزي سلطفي يا أختي. قبضوا عليه ليه؟ هحكي لك، بس خلي الباشا يخلوهم يطلعوه، ده احنا مالناش سند غيركم. ضرب حد؟ موت حد؟ سلطفي يضرب، ده لا بيهش ولا بينش، ده عمره ما عمل حاجة وحشة في حد. لما ما عملش حاجة وحشة فهميني حصل إيه؟ نجدني، شال الحمل عني، يبقى ده جزاته. بالراحة بالراحة يا مهجة، فهميني علشان أفهم يا بنتي. كتب وصولات أمانة لأهل الحارة، ديون كانت علي، راحوا بلغوا البوليس قبضوا عليه. واحد كتب وصولات أمانة، الباشا هيطلعه إزاي؟ الباشا إيده طايلة، كلمة منه يخليهم يطلعوه. ودي معقولة يا مهجة؟ محدش يقدر يعمل له حاجة إلا إذا الفلوس اندفعت. يا جماعة أنتوا ولاد حارة واحدة وواكلين عيش وملح مع بعض، ترموا الراجل في السجن؟ إحنا ما رميناش حد في السجن يا سي مرسي، ده راجل خد مننا فلوس ومضل على وصولات وهرب، نسيبه؟ هو واخد على البلطجة عاوز يعيش سفلاق على طول. اسمع يا كوتشي، الكلام ده مفيش منه أي فايدة، معاك فلوس يا أخويا نتكلم، ما معاكش مش هنتكلم. طب ما تديني مهلة يا كوتشي أدبر المبلغ. لا يا حبيبي خلاص، سمعنا مولات. ما تخليك محضر خير يا عم طاهر. ما أنا محضر خير طول عمري، خدت إيه؟ صدقوا بالله أنتوا حارة غجر وخسارة، واحد زي سلوت في يعيش معاكم، بس لعلمكم بقى الفلوس دي هتتدفع، هتتدفع وأنا اللي هدفعها. طب ما تدفعها دلوقتي يا فالح. هتتدفع يا فالح بس في النيابة. خلاص يا كوتشي، يبقى نتقابل بكره يا اخويا في النهايه. تعرف فعلا ان انت على بعضك كده ما تسويش تلات ابيض؟ يا راجل سيبه بقى، ده راجل بيهلغط، سيبه يقول اللي عايز يقوله. هو الكلام بفلوس يا عم طاهر؟ ماشي ماشي قوي، يبقى كده هتشوفه.